مساء الخير مشاهدي يو تي في، حلقة جديدة من برنامج هاتريك، ورحب بضيوفي في هذه الحلقة بمحللي برنامج هاتريك الكابتن أحمد غضير. أهلا وسهلا بك كابتن أحمد. أهلا وسهلا. ورحب أيضا بالكابتن أحمد عبد الجبار. أهلا وسهلا بك كابتن أحمد عبد الجبار. طبعا اليوم الحلقة راح تكون مخصصة لمباراة القوى الجوية والزوراء اللي انتهت بفوز فريق الزوراء بهدف حسن عبد الكريم فوقية. هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 63 من زمن هذه المباراة اللي انتهت بفوز الزوراء بهدف واحد. هذا هو الهدف الوحيد في هذه المباراة، واللي من وجهة نظري كان الأجمل في كل دقائقها هو هذا الهدف لحسن عبد الكريم من مسافة بعيدة. سجل الهدف الوحيد وهدف الفوز لفريق الزوراء. إذن القوة الجوية بقى برصيد 66 نقطة، والشرطة في الصدارة برصيد 70 نقطة، والزوراء احتفظ بالمركز الثالث. كابتن أحمد غضير، أهلا بديوك. طبعا مبارك لجماهير النوارس لفريق الزوراء، هارد لك لجماهير الصقور ولاعبي وفريق القوى الجوية. كابتن أحمد نقول لك هارد لك، يعني هارد لك لجماهير نادي القوى الجوية، نقول لك مبروك كابتن أحمد الجبار زورائي. أنا حيادي، لا حيادي يعني هارد لك إلى نادي القوة الجوية، جماهير ولاعبين وكادر المنظومة جميعا، ومبارك للزوراء الفوز. مباراة كانت جميلة جدا بكل شيء، تنظيميا جماهيريا كأداء كان يعني فوق المتوسط، يعني جيد، يصل إلى مرحلة جيد جدا. فبالتالي مباراة كانت حساسة الفريقين، القوة الجوية كان يطمح بالفوز والبقاء في الصدارة باعتبار عنده مباراة مؤجلة مع فريق الشرطة اللي كان 70، والجوية لو فاز اليوم 69 ولديه مباراة مع زاخو، لكن كان يكون أقرب للصدارة. الزوراء بتسعة انتصارات بتعادلين للسيد عصام حمد، نقلة نوعية فنية وطفرة معنوية ونفسية للاعبين وللمنظومة أكملها. فبالتالي يمكن استمرار الفوز للسيد عصام حمد وكتيبته من خلال ما قدم في 11 جولة مع هذه المباراة، وأيضا مباراة الكأس أيضا هو فاز بها، فبالتالي كانت مباراة جيدة. الأجمل هو التنظيم الرائع اللي حظى بحضور رسمي كبير، السيد وزير الدفاع المحترم والسيد القوى الجوية المحترم والسيد كابتن فلاح حسن المحترم والأعضاء الإدارتين، إضافة إلى ممثل الليغا وإلى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد كابتن عدنان درجال، والحضور الرسمي، إضافة إلى كان الجمهور الجميل الذي رسم صورة جميلة جدا على المدرجات وأعطى انطباع وعكس صورة جميلة للتشجيع. ما شفنا أكو أحداث، ما شفنا أكو صارت أمور اللي شاهدت، بالعكس كانت مباراة نموذجية والجمهور رسمه نقاط مهمة أنه الالتزام بالتشجيع الجميل. فبالتالي كانت مباراة جميلة، يعني أنا بس فقط أنه أرضية الملعب كنا نتمنى، هي اليوم راح نحكي بها بهذا الموضوع خلال دقائق. وأنا نسيت أيضا أرحب بأخي وزميلي الكابتن أحمد عبد الجبار، صديق العمر كابتن أحمد. شكرا كابتن أحمد غضير. كابتن أحمد عبد الجبار أهلا وسهلا بك. يعني اليوم الزوراء قدم مباراة واستطاع أن يخطف المباراة بهدف، هي المباراة من دقائق الأولى الكل اللي لاحظ خلاص تنتهي بهدف للزوراء أو للقوى الجوية. نعم، أهلا وسهلا بك سيد داود، وسعيد جدا بتواجد أخي وصديقي كابتن أحمد الخير، يعني فرصة صار لي فترة طويلة ما شايفها الصراحة. مبارك لجماهير الزوراء هذا الفوز المهم اللي يتحقق، سلسلة انتصارات للكابتن عصام حمد وجهاز الفني كابتن هشام محمد حسين عبد الواحد على قاطع، نقول لهم مبروك، ألف مبروك، مبروك لجماهير الزوراء. بصراحة من تشوف المباراة تحس أنه الرغبة والطموح لدى فريق الزوراء هو الأعلى، يعني هذا الشيء يعني علامة، أكثر من علامة استفهام على فريق القوى الجوية اللي كان من المفروض أنه فوز اليوم، يعني مع فوزه في المباراة المؤجلة أو يمكن حتى تعادله تنطي الصدارة، لكن احنا شفنا العكس على أرضية الميدان. الزوراء كان أكثر تنظيما، صح المباراة تقريبا خلال شوطين، يعني خلال شوطين المباراة كان أكو يعني نسبيا كان أكو تكافؤ بالمستوى، يعني الشوط الأول يمكن الزوراء كان أفضل، الشوط الثاني يمكن الجوية
كان اكثر استحواذا افضل، لكن هدف حسن عبد الكريم الموهوب حسن القوقيه اللي دائما ما تكلمنا به بصراحه حسم هذه المباراه، وبالتالي ثلاث نقاط مهمه جدا. ارجع للهدف واحداث المباراه بكل تفاصيلها مع الكابتن احمد عبد الجبار والكابتن احمد غضير، لكن خلينا نذهب لتقرير عند زميلنا زهير الركابي عن ما حدث في هذه المباراه مع حيدر محمد. لله درك يا عراق، ها أنت تنهض رافسا أيام المحن والخوف والحزن. لله درك يا وطني، ها أنت تفتح ذراعيك لتحتضن العالم بأسره في عرس كروي بقلب بغداد، في أمسية بغدادية حضرتها كل الجنسيات وشاهدها كل العرب في فضائياتهم، كرنفال تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى في صورة ناصعة توحي إن بغداد السلام أم السلام ولا صوت يعلو فوقها. وبالعودة للمباراة، فإن الزوراء دخل أجواء اللقاء باحثا عن النقاط الثلاث على عكس القوة الجوية الذي وجد نفسه تائهان منذ دقائق الشوط الأول، حيث مالت الكفة للنوارس منذ دخول المباراة حتى خروجها، ولم نرى الصقور بهذه الصورة الباهتة طوال هذا الموسم. ليأتي نجم المباراة حسن عبد الكريم ويدخل التاريخ في مباراة تاريخية بهدف فاتن لا يسجله سوى قوقية وسط فرحة مدوية لجماهيره، فيما جماهير الأزرق ظهرت تعض الأصابع على نقاط مهمة ضاعت في مهب الريح، لينتهي الكرنفال الرائع بفوز الزوراء على القوة الجوية في مباراة ستبقى عالقة في الأذهان، وليعتلي عريس الليلة قوقية منصة الملعب مرددا أبيات مصطفى جمال الدين: بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر إلا ذوت ووريق عمرك أخضر، مرت بك الدنيا وصبحك مشمس ودجت عليك ووجه ليلك مقمر. شكرا نزيه وحيدر. خليني ابدي ويا كابتن احمد. انا قبل لا ادخل في امور وتفاصيل والفنيه طبعا والتكتيكيه لهذه المباراه، رساله للاعبي الفريقين اليوم، هذا الجمهور اللي حضر يعني تذكره المباراه ب 10,000 دينار، جمهور حضر منذ الساعه الواحده ظهرا، تعرفون ساعه واحده الظهر يعني درجه الحراره ايش قد؟ 45 درجه مئويه، هاي اللي نعرفها 45، والله اعلم هي ايش قد درجه الحراره، تحملوا الحر، تحملوا أشعة الشمس، وتحملوا العطش والجوع في سبيل أنه يتابعون لقاء فريقهم اللي يحبوه سواء كان الجوية أو الزوراء. هاي نقطة. نقطة ثانية، تذاكر المباراة تباع في نفس اليوم، هاي أكبر غلط. كان المفروض أنه ينطلق موقع الكترون، وأنا أطالب يعني متعهدي المباريات ومتعهدي التذاكر بأنه يطلقوا لهم موقع مخصص، هذا الموقع لبيع التذاكر أو أكشاك موجودة بالمولات، يسوي لهم بوث في أي مول، في كل المولات حال اللي قاعد نروح ونشوف بطولات نشوفها بالمولات قاعد تنباع، ويلزمون سرة ومنظمين ويشتري التذكرة ويطلع. هاي نقطة ثانية. نقطة ثالثة، يعني كل اللي يجوي اليوم الجمهور اللي حضروا كانوا هم عامل مساعد ورئيسي لإنجاح هذه المباراة، سواء كانوا جمهور الجوية أو جمهور الزوراء. الجماهير الفريقين قدموا لوحة فنية تشجيع على أعلى مستوى. أنا فرحان اليوم أقلب بالقنوات وأشوف أكثر من قناة عربية ناقلة هذا الحدث وهاي المباراة. هاي فرحتنا اللي بداخلنا، أنه إحنا نعكس صورة الدوري العراقي بجماليته، بجمالية جمهورنا. قد غاب الأداء الفني
انا قد اختلف في الكباتن، قد غاب الاداء الفني في بعض دقائق المباراه للاعبين، يعني احنا ما جاي نحسدكم، والله ما جاي نحسدكم، ولا جاي انه عيننا على رزقكم، والله يرزقكم كل واحد 300 و200 مليون و300 و400، والعامل اللي يشتغل ب 25,000 مشتغل البارحه وجاي اليوم يشتري تذكره ب 10,000 وب 5,000 غدا باقي له 10,000 يرجع بيها للبيت. ف يعني اغلب اللاعبين اليوم كانوا معول عليهم جمهور الفريق انه يقدمون مستوى، وخاصة جمهور القوة الجوية كانوا مأملين على بعض اللاعبين وبعض الأسماء يقدمون هذا المستوى اللي يستحقون هاي العقود العالية، لكن مع الأسف اليوم خذلوهم. بالإضافة إلى أكو بعض اللاعبين أنه يأخذون يمكن رواتب في فريق الزوراء لكن اليوم قدموا مستوى عالي جدا. فهاي رسالة للجميع، وخاصة اللاعبين الدوليين واللي لاعبين اللي مثلوا المنتخب الوطني في فترات سابقة، راجعوا مستواكم شوية، مو معناها انه انت ضمنت مكانك بالمنتخب خلاص المنتخب وخلاص العب بالنادي، ما العب انا مكاني موجود بالمنتخب. هاي هذا الموضوع ما اعتقد حتى السيد كاساس راح يقبل بهذا الموضوع، لان جاي تلاحظون انت كل فتره واخرى يستدعي في اكثر من مركز 3 إلى 4 لاعبين. فهاي نقطه حتى ادخل بموضوع الفني، موضوع الفني، الموضوع التكتيكي لهذه المباراه. أرضية الملعب عليها أكثر من علامة استفهام، يعني إحنا ما ردنا أنه نتكلم يوم أمس لكن الصور كانت عندنا واحتفظت بيها، أنا وفريق العمل قعدنا وشاهدناها قلنا لهم لا، اتفقنا اتفاق واحد بأنه ما نعرض هاي الصور، عسى ولعل أنه يكون هناك حل سريع إلها. يوم أمس يمكن شوية تصلحت هي بعض الأماكن في ملعب المدينة، لكن اليوم مطالبة وزارة الشباب والرياضة بضرورة يعني بالإسراع وبضرورة ملحة بمعالجة أرضيات الملاعب قبل تسليمها للأندية، قبل تسليمها للأندية. ملعب المدينة، ملعب كربلاء، ملعب النجف، عليكم مراجعة العقود اللي تم توقيعها مع شركات إدامة الأرضيات، لأن هذا ملعب المدينة هيك راح يبقى خلاص، يعني لازم هذا ينقلع كله الثيل الأرضية و نأتي بأرضية جديدة صالحة لكرة القدم. على العموم يعني حتى مهند عبد الرحيم الله يساعده، يعني لو أكو أرضية لا كان الزحلق وراح، بس لين الأرضية ما كانت صالحة ثبتت رجله وافترت ووقع الولد. نتمنى له الصحة والسلامة لمهند عبد الرحيم اللي تعرض لإصابة ونقل على إثرها للمستشفى. كابتن أحمد قبل لا أدخل تسويقيا، اليوم أنا قلب بالقنوات وفرحان أشوف اليوم مباراة كلاسيكو بين الغريمين التقليديين الزوراء والقوة الجوية بهذا المستوى بهذا النقل، فرح جدا كنت، يعني حتى أشوف اليوم التقنيات اللي دخلت تحسسك أنت مو بالدوري العراقي اليوم، يعني من ناحية النقل التلفزيوني. للأمانة يعني نرفع القبعة لكل من ساهم في هذا التنظيم الكبير، أعتقد يعني كابتن عدنان يعني كان جيد في هذه المباراة يعني من ناحية التسويق، فبالتالي هو استعان بمخرج برتغالي، استعان بالمعلق خليل البلوشي ولجنة المسابقات أيضا والعاملين كلهم أيضا. اليوم يعني خليل البلوشي خالد الحدي كانوا متواجدين، إضافة إلى الطاقم التحكيمي الإماراتي، يعني كل الأمور كانت. وأنا يمكن تكلمت أمس في أحد البرامج أنه احنا نحتاج للانفتاح، لدينا كل الامكانيات، لدينا امكانيات البنى التحتيه، لدينا المال، لدينا الجمهور، لدينا اللاعبين دوري المحترفين متعاقدين مع الشركه مع لا ليغا، لدينا كل الامكان، لماذا لا ننفتح على الساحه التسويقيه والساحه العربيه والاسيويه بشكل اكبر؟ فبالتالي نحتاج ان نجتاز ستيب باي ستيب، خطوه بعد خطوه، لان أن تقفز 5 خطوات أكيد راح تقع في مشاكل كثيرة، فبالتالي الصعود خطوة بعد خطوة يمكن يقلل لك نسبة الأخطاء. فبالتالي اليوم أنا أشوفها من جميع النواحي كانت مباراة تنظيمية يعني فرحان جدا بصراحة، وراهننا على هذا النجاح. لولا الموضوع اللي تكلمنا فيه نحتاج أنه هذا
العوامل كلها تواكب أرضية ملعب جميلة قد تزيد من بريق هذه المباراة، باعتبار اللاعبين كلهم مهاري، كلهم قيمة فنية عالية، كلهم مهاري، كلهم لاعبين منتخب العراق، كلهم لاعبين عقودهم غالية، فبالتالي أيضا ذكرت كنا نطمح، أنا كنت أتمنى والله المستوى الفني يكون أعلى من اليوم اللي شفناه. لا أشوف حتى أتكلم لك على المستوى الفني، يعني أولا أيضا يا ندعو للشفاء العاجل للخلوق مهند عبد الرحيم، إن شاء الله يمكن يعود بأسرع وقت. حساسية المباراة، حساسية المباراة قبل أدخل بهاي التفاصيل، أنا بس حتى قبل أدخل فنيا وبأحداث على هذا الموضوع ما لم ترتقي. شوف حساسية المباراة ما يخلي لك مباراة الكواليتي مالتها عالي 100%. تعرف فريق الجوية والزوراء إذا كان أحد في ذيل القامة واحد متصدر، هي بالتالي هي نهائي بطولة بحد ذاته، فبالتالي هي ما تخرج غير 1-0 واحد كل 2-1، يعني هذا التقارب. ليش؟ فريقين قاعدة جماهيرية كبيرة، الفريقين واحد متصدر، يعني واحد جاي بنشوة 9 فوز، كل الأمور العوامل تغيرت اللي كان عليها اللاعبين فنيا وتكتيكيا ونفسيا، فبالتالي حساسية المباراة يمكن ما تعطيك 100% النتاج فني عالي، فبالتالي تعرف أنتو فريق أتفق مع كابتن أحمد، الزوراء كان في النصف في نصف المباراة الأول الشوط الأول كان أفضل من فريق القوة الجوية، لكن القوة الجوية الشوط الثاني يمكن أفضل بكثير، لكن بالتالي هي كرة القدم ونهاية هاي المباراة الكبيرة تخرج بهدف واحد أو تخرج بالتعادل. الزوراء عرف يسجل، يعني استطاع تسجيل هدف واستطاع أن يحافظ على دفاعاته رغم الهجوم والزخم الهجومي الجوي، لكن تعرف السيد عصام حمد وأيضا الكتيبة اللي معاه كابتن هشام، كابتن حسين، كابتن علاء، يعني زيدوا مدافع مصطفى ناظم، زيدوا غيروا بعض اللاعبين، الجوي أيضا غيروا بعض اللاعبين، كنت أتمنى يعني مصطفى وليد من البداية يدخل. أنا كل اللي صار بي بالمباراة حتى أدخل بهذا الموضوع والتغييرات المدربين وأيضا التكتيك والموضوع الآخر الفني للمباراة، تسويقيا نجحنا في تسويق المباراة؟ التسويق كان أكثر من رائع صراحة، نجحنا نجاح كبير أنا باعتقادي من خلال الحضور الجماهيري، يعني اللي كان على الموعد عودنا جماهيرنا الحضور للتشجيع المثالي والحضاري بصراحة. اليوم شفنا اليوم شفنا تشجيع مثالي مثل ما قلت أستاذ داود، كنت أتمنى أنه تكون عندنا منافذ لبيع التذاكر، فبالتالي أنه اللي ياخذ التذكرة يمكن يوم يجوي ناس قبل 3 ساعات يجوز ما قدروا يدخلون الملعب. هو اللي جايب الوحده ما حصل تذكره، تدري جمهور ايش قد دخلوا علي وقالوا لي يعني شوف لنا حق، انا قلت لهم انا شو اسوي، فبالتالي هي هاي الحل اللي تفضلت فيه انت، انه المباراه يعني التذاكر المباراه تباع قبل فتره، يعني فبالتالي انه حصل التذكره هو يكون يعني مامن دخوله، ممكن انه يجي قبل ساعه او قبل ساعتين. المهم يمكن اللوم على فريق القوه الجويه يعني يكون بصوره اكثر، باعتبار انه فريق القوه الجويه هو اللي يريد المباراه، يعني الدافعيه والطموح المفروض كان للفريق الجويه، لكن اللي شفناه داخل ارضيه الملعب لا. أنا حتى أتغب، لكن إحنا نجحنا تسويقيا وتنظيميا في هذه المباراة، نجحنا تسويقيا من خلال يعني كابتن عدنان درجال مشكور، يعني عملنا على نقلة نوعية بصراحة من خلال حضور شخصيات مهمة، رئيس قاعد فوق وأنا ألعب أكل ملعبك، رئيس رابطة والله العظيم مو رئيس رابطة الدوري الإسباني، ناقلته 8 قنوات عربية، كل القنوات الطواقم التحكيمية كبير. بصراحة يعني نجح بنجاح يعني منقطع النظير بصراحة، مو تقليلا بحكامنا، إحنا حكامنا ممتازين، لكن والله لاعبين والله ممكن انا اتخلى احكي وخلت نحسب عليه اكو لاعبين، انا اعرف ايش حتحكي انت، لا لا اكو لاعبين واضحه واضحه بدت المباراه وانتهت المعلق حتى ما ذكر اسمهم هم لاعبين منتخب وطني، يعني احكي لك اياه صح ولا كابتن؟ احنا نحكي على اعتراضات بين الحكم العربي والحكم العراقي، ماكو اعتراضات بالضبط، ماكو ولا اعتراض، احنا بصراحه احنا ما نجح الحكم العراقي بصراحه، نعم كثره الاعتراضات من قبل اللاعبين الطواقم التحكيميه، فبالتالي يعني احنا لا لازم نكون اكثر يعني بصراحه بهاي المساله، حكامنا رائعين لكن طاقم اليوم التحكيمي شفنا ما راح لاي حاله يمكن على الفار، وهاي يمكن تحسب باعتبار انه الفار يعني اول موسم منه، انا اتوقع ان شاء الله بالمواسم الجايه وحكامنا يكونون يعني مو كل حاله نروح احنا للفار، وشفنا اليوم حالات واضحه خطيه الحكام والله،
الله يساعدهم مراحل الله يساعدهم. انا خليني اقول لك يا ودافع عليهم الكل يضغط الحكام المصطبه المصطبة المدرب المساعدين اللاعبين والجماهير حتى الاداريين يضغطون الحكام والجمهور يعني بس اليوم الحكم لا ما متاثر اكو قرارات يمكن ايمن حسين وكاظم رعد نعم. يمكن حتى ما رجع لهم ما رجع للفار خلص قراره قريب هو تمرس الفار احنا الفار يمكن هاي اول سنه عذرا كابتن هاي اول سنه فبيحتاج شايفه شيء موسم بعد موسم اكيد راح تكون اخطاء ومثل ما تكلم كابتن احمد موضوع التذاكر ترى موضوع التذاكر الالكترونيه صار 10 و15 سنه في كل بلدان العالم يعني احنا ما معقوله لحد الان بهاي الامكانيات العاليه ما نقدر نوفر الاونلاين والتذاكر الالكترونيه والبوابه الالكترونيه بس سعوف اكو ناس بسطاء يمكن ما عندهم انترنت يقدر يدخل ويشتري ما يعرف كيف يدخل كيف يدخل معلوماته اسوي بوثات بالمولات بالمولات عالم رايحه جايه يدخل يشتري تذكره حتى ويطلع حتى موضوع الدخول والانسيابيه البطاقه الالكترونيه تخفف لك كثير من العبء بالدخول والخروج صراحه فبالتالي احنا لا زال يجب ان نجبر من يبيع التذاكر على التذاكر احنا كنا تركي كان اكو لعبه قلطه سراي وفنربخشه يمكن انا كنا موجودين اكو بدنا نروح اي صح كابتن اكو كارت تشتريه سنوي مال كل المباريات يعني. هذا كنت بديسكاونت يعني انا وكابتن احمد ردنا نروح يعني قالوا الا تشترون هذا الكارت مقعد مخصص خلاص. هذا اكو كارت تشتريه هذا تدخل المباريات وتشتري يعني كثير امور يعني اكو شركات مختصه بهذا الموضوع والله خلي يطوها انه تكون حتى نسيطر على عمليه البيع يعني تحياتنا للاخوان كلهم نتمنى لهم التوفيق والرزق لكن ايضا حتى تكون العمليه مراقبه انه 5000 خلاص 5000 على البطاقه الالكترونيه ما يجي برا مثلا ابيع لي اياه ب 10 وب 15 هم هسه اكو سوق سوداء اكو سوق سوداء جوز يبيع لك اياه الالكترونيه يبيع لك اياه ب 15 ب 10 ما لنا علاقه بس انت من تشتريها رسميا ب 5 او ب 10 خلاص هذا سعرها ثابت ممكن تكون الخطوه القادمه الخطوه القادمه مثل ما نقول يعني العافيه بالتدارج يعني الان دورينا في تطور يعني لا صراحه بالعكس اليوم وهذا الشيء يحسب للكابتن عدنان دجال كل الاخوان القائمين القنوات الناقله العراقيه الرياضيه نعم. الاستاذ كريم حمادي مشكور ايضا يعني تعاون قبل ثلاث ايام اربعه والله طيب اليوم الفيدات للقنوات كلها مشكورين والله بالضبط يعني فتسويقيا نجحنا ممكن هذا النجاح ممكن ينعكس ايجابيا من خلال رفع الحظر عن بغداد صراحه في المستقبل القريب ان شاء الله. طيب انطونا الهدف المباراه خلي نتكلم عليه مع الكابتن احمد الغضير، هدف المباراه والحاله هذا الهدف، الحاله اللي قبل يمكن اذا عندنا شباب، كابتن احمد الغضير شوف صراحة من يتحمل الجدار صراحة هي بعيده صراحه بعيده اول ما نتكلم انه محمد حميد مع جلال حسن افضل حراس الدوري لموسمين وكان يستحق التواجد مع المنتخب الوطني وطالبنا بكثير انه يجب ان يكون لكل مجتهد نصيب الاجتهاد ونصيب المنتخب الوطني قد يكون هو انا شفت له تصريح انه انا استحق المنتخب قد يكون هذا ولد احباط لدى محمد حميد لان بصراحه يستحق منتخب بجداره نجي على الكره اولا هي كره بعيده تقريبا بعيدك الكرة ثانيا الجدار يعني واقف وقفز بشكل صحيح يعني بعد التقدير لمحمد حميد التقدير محمد لو ما يعني كانت قريبة محمد يعني لو بس ما أديه بالضبط هي شوية قريبة احنا نشاهدها صراحة قريبة بالتلفزيون انه على يد الكابتن محمد حميد لكن احنا ما نعرف كيف نظرة الحارس من بعد الجدار اكو فرق الكرة سريعة جدا نظرة الحارس قد يكون التحرك لكن ايضا كرة بعيدة انا شقد اشدت ويستحق بس هي اللعب بس هي اللعب الكره مو الواحد شبعان طوبه لا لا ما حسن قوقيه مثل ما تكلمنا على محمد حميد يستحق المنتخب الوطني قد نشكل عليه في هذه الحاله صراحه ايضا حسن كريم يستحق التواجد بالمنتخب الوطني موسم اكثر من رائع قدمه خصوصا المرحله الثانيه زين كابتن الهدف بصراحه انا يعني سبب رئيسي انا اعتبر الحارس محمد حميد يمكن لمحمد تحمل انا مختصاص طبعا لكن ابراهيم سالم يعني ممكن يسال على هذا الهدف يعني ابراهيم سالم الحارس يتحمل هدف ولا بايد اليسار يمكن كان يمكن لو اكو مد او اكو حتى طيران يعني هو راح الكره مو من وضع الطيران يعني احنا نشوف يعني تحرك الجانبي ممكن النقطة اللي قال عليها الكابتن احمد الخضير مهمة جدا اللي انه هي نظر من بعد الجدار صار بيقفز ايضا لا انا اقصد بالرغبة والطموح والاحباط قد يكون صار الاحباط هي سريعة والاحباط احباط سريعة وقوية يعني محمد حميد ما تفوت عليه شكرا بالرغم انه
ما تفوت عليه كره بالرغم من انه يعني مهاره قوقيه بصراحه بصدقاء قوقيه لعبه من فوق الجدار ولافه بطريقه القوه للفوق الجدار التكنيك والحالات الثابته هي احد الحلول المهمه في كره القدم اللي اليوم استفاد منها فريق الزوراء وبالتالي ثلاث نقاط زين مهمه للفريق الدكتور عدنان يقول اسمها التذاكر الموسميه اللي ايه دكتور عدنان يعني صراحه غني عن تعريف دائما يسوي اوبديت فبالتالي يسعفنا دائما اكيد هي التذاكر الموسميه اللي يتكلم عليها اللي يكون مقعدك محجوز خلال الموسم الكروي مقعدك محجوز على رقم البطاقه في ملعبك في ملعبك في المباريات المخصصه كل المباريات المخصصه للفريق صح نعم والله وصلني خبر بس خليني اتاكد من عنده اقاله مدير ملعب الحبيبيه وكربلاء يعني هو شو يسوي؟ صحيح يعني او نقله او تغييره ما اعرف يعني هم شو يسوي؟ اذا ما متوفر لانه موظف في وزاره الشباب والرياضه ما اذا ما متوفر عندهم الامكانيه شو يسوي مدير ملعب الحبيبيه مثلا؟ يروح يشتغل ما اعرف هذا صحيح هذا الخبر ما هسه يشتغل من عنده لو يرش من عنده لو اتاكد من عنده شباب بس تاكدوا لنا نزيه تاكد لنا من هذا الموضوع استاذ داوود احنا عندنا بنادي الكرخ انت شوف الارضيه الان بنادي الكرخ نموذجية أرضية مثالية أرضية يعني 60 مليون ترى الأمانة ايش قد كلف؟ 60 مليون ما كلف يعني شيء قليل يعني الأستاذ كريم حمادي كلف أحد يعني الشباب الموجودين عندنا طاقات شبابية هائلة يعني مهندس أول تجربة له بصراحة بحث عن طريق الانترنت وتوصلوا الحبوب النوعيه اللي تقاوم الصيف والشتاء يمكن حبوب اسبانيه وبالتالي نجحوا نجاح منقطع النظير يعني هي ارضيه تخبل وارضيه جميله تعال اقول لك والضغط اللي صاير على ملعب الشعب وكم فريق يلعب في ملعب الشعب يمكن اكو مباراتين باليوم تصير بالضبط ويوميه مباراه تحياتنا الدكتور علاء والله مدير ملعب الشعب همين تلاحظ الأرضية جيدة جدا أكو مجتهدين تعرف إلى خصوصية ملعب الشعب وإلى أرضيته أيضا إحنا للأسف حتى ملعب الزهراء على فكرة حتى ملعب الزهراء لا يعني هم ملعب المدينة ملعب الحبيبية ملعب الزهراء هم حديثي تأسيس يعني ما صار يعني سنة أو سنتين تقريبا فبالتالي يجب هي أنت مو تجي تعالج شيء خطأ هو من الاساس لازم تزرع ارضيه جيده قابله للتعرض لدرجه حراره شتاء صيف دائمه الاخضرار شتاء صيف حتى المباراه تصير على ملعب الزهراء وملعب المدينه يعني ما اعتقد اكو لود عليها فبالتالي الموظفين او المدراء من حق يعني شو يريد يسوي اذا هو الاساس هي الارضيه بنائها يعني الشتلات خطا فبالتالي يحتاج لا يحتاج انه يصحح الخطا احنا من البدايه المفروض نحط الارضيه المناسبه حتى بعدها الكوادر الدين زين. حتى لهذا الموضوع طيب كابتن انا بس خليت شنو اللي عندنا جاهز نطوله يا شباب تابع كابتن رزاق عندنا تصريح يلا نتابع كابتن رزاق فرحان انا دائما اقول المدرب الشجاع هو اللي يتصدى ويجي ويصرح حتى لو خسران فريقه باي نتيجه انا احييك كابتن انت شجاع وشكرا شوف احمد كره القدم هي فوز وخساره انت من المستحيل انه دائما تحقق الفوز يعني ممكن بس سواها فريق ليفركوزن هاي السنه وقدر يحقق دوري بدون ويعتبر انجاز هذا فلذلك كره قدم هي بيها كل الاحتمالات نعم احنا اليوم نلعب امام فريق غريم تقليدي يعني مو اليوم والبارحه مباريات كبيره بين الزوراء والقوه الجويه نعم احنا اليوم نتاسف من جمهورنا نعتذر من عندهم على انه خساره الثلاث نقاط لكن الدوري بعده موجود يعني فرق النقطتين او نقطه يعني مو صعب انه مثل ما احنا مثل لا سامح الله اخفقنا وان شاء الله بعد بنخفق الشرطه يخفق الزهراء يخفق فلذلك كره قدم انا اشوفها يجب انه تحترمها يجب انه تقاتل وتكافح للنهايه حتى تقدر اذا ما كان عندك الصبر وروح المنافسه للاخير ومن اي لحظه انه انت تخسر شجاعتك ممكن انه لا تنافس على الدوري فلذلك احنا ان شاء الله نرجع بقوه ونقدر ننافس على الدوري نعم خسرنا مباراه ما كنا جيدين ان شاء الله نعاهد جماهيرنا انه نرجع مره ثانيه فنيا كيف شافت المباراه الزوراء استحق الانتصار شوف فنيا الزوراء اليوم دافع يعني انا اول مره اشوف فريق الزوراء تقريبا 8 لاعبين او 9 لاعبين ومعتمدين على الطويل على قوقيه وعلى فريق الزوراء كان يلعب كره اجمل كان يلعب كره حديثه كان يصعد نعم
هم مروا بظروف وقدروا يرجعوا لوضعهم الطبيعي، لكن احنا ما كنا جيدين. الكلاسيكو يكون له طعم خاص، يعني حتى لو الزوراء يكون بالترتيب الخامس ويدخل انه بنديه امام القوه الجويه، يعني مشاحنات يعني اعتقد اللاعبين انه السابقين اللي كانوا في القوه الجويه. اي هو انه داخل الملعب فقدمنا احنا مباراه يعني جميله، وخاصه اول 10 دقائق بعدين هم ذوي الكره، فهي حال كره القدم تنتظر مباراه امام يعني امام نوروز. لحد الان لقب الدوري يعني ما محسوم، راح يكون حافز انه الخساره امام الزوراء انه تحقيق اللقب. طيب شكرا لكل المتحدثين. افتح موضوع فني حول هذه المباراه. الكابتن ابراهيم سالم دز رساله يقول ما يصير تستضيف، يقول اولا السلام عليكم جميعا، يقول نجيب حارس، لا يقول ما يصير تستضيف احمدين، لازم احمد واحد تجيب. قال سال يلما نسلم تبع احمد غضير، انت تقول كابتن احمد انا من يمي. ويقول لازم ما تستضيف احمدين بالحلقه، لازم احمد واحد. ابو يوسف ادري حاطه على 12 قناه 12 تلفزيون عندك تتابعهم كلهم. فيقول لا هو بس هو يمنا يتابع برنامج. لا والله يتابع. هو شوف انا اقول متابع قوي، هو متابع قوي للبرنامج، يعني يحاول انه بيتوتي لا يحاول انه يجي انه يزيحني ويجي هو بمكاني. والله اي والله هو راح يسوي لك، انا حبيب جعفر راح يسوي لك كلينشيت. هو راح يسوي لك كلينشيت. حبيب جعفر قال لي دير بالك من يقول الهدف من الاخطاء المباشره والحارس محمد حميد يتحمل جزء كبير من الهدف. واضحه واضحه واضح صح. انت قلت ما يتحمل. لا انا قلت لك يتحمل. لا 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 قلت لك يتحمل الكره بس انا قد اكون. هو قال ما يتحمل، قال هو قال يتحمل، انت ما قلت. لا انا قلت لك يتحمل جزء من الهدف، قد يكون الاحباط اللي ولد لعدم استدعاء المنتخب احد الاسباب يعني، لكن بالتالي الهدف كره بعيده من فوق الجدار كان ممكن يرفع ايده يتحمل جزء من الهدف. انا تكلمت موضوع جزء من الهدف طبعا. زين انتم يعني كهدف تتحمل انه يتحمل الجدار جزء والاخر كلاعبين؟ شوف مهاره قوقيه بصراحه برفع الكره من فوق الجدار يعني صعب، يمكن شفنا احنا ذا نشوف يمكن الجدار يمكن قفز حتى قفز قفز, قفز, قفز الجدار، فبالتالي انه مهاره لاعب هاي الكره من مسافه يعني بعيده، فبالتالي احنا قلنا يعني محمد حميد حارس كبير طالب نبي تواجده بالمنتخب لموسمين متتاليين في ظل ما يقدمه، لكن من يخطئ احنا نقول واجبنا انه نقول الهدف يتحمله محمد حميد. خلينا بدي اياك تشكيله اليوم للقوة الجويه، رسلان محمد حميد في الهدف كان رسلان وحسن رائد وسعد ناطق ومصطفى سعدون، سعد عبد الامير، همام بايش في المنتصف، شريف علي جاسم وايمن حسين. يعني هذا طريقة الكابتن أيوب اللي اعتمدها في بداية الدوري وأيضا في بداية يعني بعد المباراة الجولة الثالثة أو الرابعة من المرحلة الثانية. شوف هو بدأ الدوري والبطولة الآسيوية بهذا التشكيل وقدم مباراة كبيرة على مستوى الآسيوي المحلي وكان مستضيف، رجع في طريقة الأربعة لنهاية المرحلة الأولى 4-2-3 نهاية المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية صارت هفوات، انضرب العمق الدفاعي، فبالتالي رجع بعدها استقر الفريق وصل للصدارة. هذا اليوم اعتقد حتى مشاركه همام دائما كان يلعبه في لاعب وسط، اليوم لعب على جهه حسن قوقيه بما يملك همام من سرعه وقوه، لكن بالتالي ايضا هي امكانيه همام ما راح يدافع ال 90 دقيقه، اكيد راح تجي كره كرتين، فحسن ايضا استغل هذا الموضوع. اليوم لعب بطريقه 3-4-3، محمد عميد، سعد كلاعب قلب دفاع، على يمينه رسلان، على يساره حسن راد، التشكيله اللي دائما يعتمدها بس كان يضاف حمود مشعان بدل سعد للإصابة. وسطي ارتكاز ابراهيم بايش وايضا سعد عبد الامير، على جهه اليسار همام ومصطفى سعدون، لاعبين ثلاثي للامام، ايمن للامام وعلي جاسم وشريف عبد الكاظم. التشكيله المتوقعه قد يكون المستغرب مصطفى وليدي، اعطى مباريات على مستوى عالي، 5 مباريات 6 مباريات الاخيره، فبالتالي كان ممكن يكون رقم صعب، بالتالي حتى من دخل سوى تاثير كبير. انا اتفق مع كابتن رزاق، انا حتى هي رساله يعني مو بخفض ضمن الموضوع، لكن وجهها كره القدم هي فوز وتعادل خساره، لا يعني ذهاب الدوري خساره الجويه امام الزوراء، فبالتالي باقي 7 جولات او 6 جولات
يجب ان تتمسك بالفريق ولا توسع من فجوه المشاكل حتى نهايه الدور، وبالتالي هاي كره القدم المتغيرات في اي لحظه تنقلب الامور، وبالتالي يجب المحافظه على كيان الفريق حتى لو كان خساره، لكن يجب المحافظه على كيان الفريق. الشوط الاول الجرعه الهجوميه والزخم الهجومي لفريق الزوراء كان افضل بكثير. زين، تبديلات يوسف فوزي، خروج مصطفى سعدون، متأخر همام، متأخر. يعني دقيقه انا اقول لك بدات من دقيقه 68، نعم، خروج حسين خروج شريف، دخول حسين، خروج حسن رائد دقيقه 68، تبديلين صار مصطفى وليد دخول وخروج حسن رائد دقيقه 76، خروج همام، دخول مهند عبد الرحيم دقيقة 81، دخول مصطفى يوسف فوزي وخروج مصطفى. شوف، هو بعد الهدف اللي صار حاول الكابتن أيوب أديشو أنه يولي الزخم هجومي على فريق الزورة، فبالتالي أشرك مهند عبد الرحيم وأيضا أشرك يوسف فوزي بالأخير، أشرك حسين جبار كلاعب بدل شريف عبد الكاظم، وأيضا أشرك يوسف لا كمنتصف بالاخير، كمنتصف اي اشرك حسين جبار واشرك مهند واشرك مصطفى وليد، بالتالي رجع الطريقه 4-2-3-1 بعد نزول مهند لعب 4-4-2 صريحه، بالتالي حط مهند وايضا حط ايمن، رجع مصطفى وليد وامامه همام، ورجع بايش كباك يمين وامامه حسين جبار، ولعب بقلبي محاور اللي سعد عبد الامير وايضا يوسف فوزي، فبالتالي شوف الجويه كان النصف الساعه الاخيره كان قد يكون انه يلعب في ساحه الزهراء، والزهراء يعتمد على التحولات السريعه، عنده امكانيه لاعبين سريعين كريستوفر، عنده لاعبين حسن قوقيه، وعنده لاعب لؤي عاني ايضا قدم مباراه كبيره، المحاور محمد علي عبود وايضا علي محسن، علي محسن قدم مباراه كبيره، لكن انا اقول الزهراء كانت تنظيم الدفاع على اكمل ما يعني، حتى كتنظيم دفاعي كان الافضل بالضبط، يعني حتى مرات نشكل على انه كاظم رعد دائما باك يمين باك يمين، وعنده مثلا سجاد كان من افضل اللاعبين، شوف كاظم رعد بنزعه المدافع ليش نشوفه خير افضل قدم مستويات دفاعيه وايضا هجوميه الشوط الاول وصل كثير، فبالتالي التنظيم الدفاعي يمكن اغلق المساحات رغم وصول قوه جو الشوط الثاني اكثر ما هو عليه الشوط الاول. هذا هذا موضوع جدا مهم. تشكيله الزوراء كانت جلال حسن، كاظم رعد، ميثم جبار، الحسن حويبيب، مصطفى معن، وعلي محسن، محمد علي عبود في الارتكاز، لؤي العاني، قوقي، كريستوفر، ومراد محمد على الاطراف. نعم، انا اعتبر قراءه المدرب عصام حمد وكادر المباراه كانت قراءه اكثر من رائعه. اداره المباراه كانت ممتازه، لعب بطريقه 4-4-2، شفنا دخول اليوم بدا بمراد كلاعب اساسي بصراحة، يعني خلق مشاكل من خلال مهاجمة الفراغات، الركض في المناطق العميقة، اعتماد على السرعات، كريستوفر، مراد، لؤي العاني، وقوقية، فبالتالي أزعج الشوط الأول دفاعات فريق القوة الجوية. أنا ما أعرف، يمكن الكابتن عصام محمد يمكن من 12 مباراة يمكن إذا تسوي إحصائية عليه دخل فريق 5 أهداف فقط، دخلت 16 هدف على فريق فريق الزوراء، ويمكن يعني اليوم المباراة العاشرة اللي يفوز بها، يعني حصيلة وإحصائية ممتازة يقدمها الفريق، تنظيم على مستوى عالي، إدارة المباراة بدأ بال 4-4-2 ثم يمكن الدقيقة تقريبا 75 رجع بال 4-5-1 اخر تقريبا 12 دقيقة من المباراة، يعني إذا ما حسبنا الثمان دقائق اللي احتسبت وقت بدا ضائع، رجع بال 5-4-1 فغير نظام اللعب من ال 4-4-2 إلى 4-5-1 حتى تبديلات كريستوفر أوباري دخل اي ودخل حسن طلع، دخل مصطفى ناظم، مصطفى ناظم كمدافع خامس، لانه بالدقيقه 88 5-4-1 خلص، وبالتالي يعني ما شفنا يعني الخطوره الواضحه لفريق القوه الجويه، يعني انا اشكل على فريق القوه الجويه، يعني ما كان اسلوبه واضح بصراحه، اعتماد على الكرات الطويله المباشره من قلب الدفاع سعد ناطق الى ايمن، وبالتالي هاي يمكن كرات طويله انهكت ايمن، انهكت يعني ايمن قاعد يقدم مستويات رائعه. استاذ داوود، يعني انا اريد اشوف، يعني يمكن شفت بواعد على تشكيله الفريقين، يعني نشوف تشكيله فريق الزوراء بها 6 لاعبين مثلوا فريق القوه الجويه، صح، يعني اذا تشوف فريق الزوراء
يعني علي محسن، محمد علي عبود قلبين الدفاع، ميثم جبار، كاظم رعد، مصطفى معن، أيوة لؤي العاني، لؤي العاني، ست لاعبين مثلوا فريق القوة الجوية. هذا ينطي ممكن في بعض الأحيان الطموح والرغبة. بايش حتى بالتصريح قال إنه لعبوا ويانا لعب قوي، لهم هو ويانا لهم حتى بايش مو لاعبين جوية، إيه لاعبين جوية سابقين يعني، فيعرفون بالضبط يعني انطت فد رغبة فد الطموح إنه يثبت تحدي نوع من التحدي إنه يثبت إنه أنا خروجي من عندكم كان بقرار خاطئ، فبالتالي يمكن هذا حتى علاء كان هو لاعب للقوة الجوية الموسم الماضي بالضبط، فالدافعية كبيرة انطت اللاعبين الزوراء. ممكن التقارب الملعب اللي حكى بها الكابتن احمد، يمكن ملعب الزوراء وملعب الحبيبية، يمكن تقارب الارضية يمكن انطت فد ادفانتج معين لفريق الزوراء اكثر، باعتبار انه فريق اغلب مباريات فريق الجوية هي على ملعب الشعب الدولي. زين، عندنا الحكم المباراة، الحكم الاماراتي عندنا تصريح له بعد نهاية المباراة، نتابع مع احمد سعيد. كابتن بالبداية أرحب بيك في بلدك الثاني العراق، أهلا وسهلا بيك، شرفتونا ونورتونا. شو شفت الأجواء داخل الملعب وتعامل اللاعب العراقي معكم كحكام عرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد جدا وفخور بالتواجد في هذا البلد العظيم العراق، واللي شفت الأمانة مش غريب على العراقي بشكل عام. من لحظة ما وصلت المطار ولغاية ما انتهت المباراة، للأمانة الكل سواء كان من اللاعبين من الناس اللي بالشارع، الكل يرحب فينا والكل متعاون معانا ويحاول يقدم لنا الدعم، فهذا مو غريب على الإنسان العراقي. تعامل اللاعب العراقي مع هذه الأجواء معكم أنتم كطاقم تحكيم إماراتي، كيف شفت اللاعب العراقي؟ أنت تعرف اليوم اللاعب العراقي ما شاء الله أبطال كأس الخليج، وإحنا تعاملنا معاهم كذا مرة، وأغلب اللاعبين تعاملنا وياهم قبل كمحترفين، ففي بيننا معرفة يعني يعرفوننا الحمد لله. تعامل جدا راقي داخل الملعب وخارج الملعب، المباراة ما تخلى من أي شيء يعني، لكن للأمانة ما حسيت بأي صعوبة لأنه بالفعل كانوا متعاونين معنا. شهادتي مجروحة في الجمهور العراقي، في اللاعب العراقي. العراق دولة متقدمة في كرة القدم، يعني نحن انحرمنا منها كثير، والجمهور العراقي جمهور فنان تستمتع أنت تشوفه، يضيف للكرة. والله لا يحرمكم من هالاجواء، ونحن تشرفنا والله ان قدنا هالمباراه الكبيره. اللاعب العراقي كان تعامله كيف مع اللاعب العراقي؟ ملتزم ولاعب مثقف، لكن الاجواء هذه الحماسيه، هذه الحماس والرجوله، هذه اللي تضيف اللاعب العراقي والشراسه، لكن لاعب ملتزم وفي حدود الادب والقانون، ونحن نشكرهم. ونحن نعرف اللاعب العراقي من ايام محمد راضي نشوفه، ونحن الله يرحمه، الله يوفقكم إن شاء الله في الجاي، ونشكركم. شكرا لطاقم التحكيم الإماراتي لأشقائنا الإماراتيين بعد ما قادوا هذه المباراة بنجاح. كنت تطي ولا أنت مو حكم؟ بس يقول أنا مو حكم. لا لا يعني صراحة حكم ما زي يقول أنا مالي علاج. نجاح هذه المباراة، شوف هاي الصورة اللي راح يتناقل أي فار بالضبط، يعني حتى الوقت الإضافي الأول دقيقة واحدة، الشوط الأول دقيقة واحدة، فبالتالي ما صاير هذا الموسم كله فبالتالي أعتقد هي التمرس على الفار، التمرس على المباريات مع وجود الفار لدى الحكام العرب أكثر ما هو، باعتبار أنه صار من فترة داخل عليهم، إحنا ده الفترة الكراية أول موسم، فبالتالي يصير. لكن شوف هذا الإطراء للشارع العراقي، للجمهور العراقي، للاعب العراقي، للتنظيم، للعراق، للملعب، للمدينة، هذا كله راح راح يعكس الصوره برا، لان اكو معلومات مغلوطه اللي توصل. ايضا هي رساله للاتحاد الاسيوي، شوف هذا هاي المباراه يجي للعراق يتفاجئ قبل ما يتكلم، ومن يتكلم ومن يذكر الاسم العراق يقول العراق العظيم. العراق العظيم هو عظيم، كل ما يتكلمون وكل ما هاي، وتحياتنا لهم، هم بالعكس هم بين اهلهم وناسهم هنا، وهم يمكن متفاجئين بكمية الترحيب والحفاوة اللي احنا نستقبلهم. استاذ داود بصراحة يعني البوابة كانت بطولة كأس الخليج، كأس الخليج وارتداداته لليوم بالضبط، وضحت كثير الكثير. قام يعني احنا نعرف ابو الصقر قام يجي مشي من الحدود الى بسيارته، قام حتى يعني رجال. اعتقد انه هذه المباراة والاطراء اللي صار راح ينقل الصورة لكل العالم، اليوم تناقلت وسائل الاعلام ونقلت على كل القنوات، هذا راح يعطي صورة ثانية مغايرة عن البلد. كابتن مجدي عبد الغني اجانا بكأس العالم 22 كان ماخذ صورة عن العراق بأنه العراق يعني بحالة حرب، و تفاجئ أول يومين
رحت للفندق لقيته طالع راكب كوستر ورايح الكراده. اي والله ماخذ كابتن جمال علي ورايحين. فيعني يعني هاي الموضوع هذا ايضا سبب تعامل الجمهور العراقي. طبعا 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 كابتن احمد. يعني حتى بصراحه المحاضرين الاسيوي المحاضرين في دوره البرو اللي يجوكم يعني انا ممكن اكون محاضر دزلي مسج شلون الاوضاع شلون يعني متخوفين بس يمن جو هنا وشافوا الوضع وهذا المحاضر كريس يمشي ويشبك بالعالم يعني يقول انتم طريقه سلامكم طريقه غريبه يعني لانه الاجواء الاوروبيه تختلف يعني عن مجتمعنا بصراحه هذا الترحيب والاستقبال والكرم والضيافه العراقيه هاي احنا مميزين بها احب اشيد على الطاقم التحكيم بصراحه الحكم عادل النقبي المساعد الاول احمد الراشدي المساعد الثاني سبت عبيد والحكم الفار عيسى الهاجري ما استدعى الحكم المباراة ولا حاله يمكن هاي ايضا يمكن مصاري يمكن بالبار لانه مثل ما قال كابتن احمد هم اكثر تمرسا من عندنا نتمنى من حكامنا اللي احنا قلت لك اني السبب الرئيسي انه احنا كلاعبين نضغط عليهم احنا طواقم تدريبيه نضغط على الحكام وبالتالي يعني الضغط المتولد عليهم يمكن الله يكون بعونهم ولا الحكم العراقي من انزه واحسن الحكام المتواجدين يحتاج ورشات عمل كثيره ومعايشات ودورات للتالي سيصبح بقيمه الحكام. الماده الكابتن عصام حمد تحدث بعد نهايه المباراه نتابع. الحمد لله والشكر طبعا كل الناس يعني شافت الفريق انه هناك تغيير كبير اليوم الفريق قدم مباراه ممتازه على المستوى التكتيكي بالاخص الشوط الاول من ناحيه بناء الهجمات وصلنا الى المرمى كثيرا ما تحالفنا نحط التسجيل قدرنا الشوط الثاني من حاله ثابته انه نسجل هدف وقدرنا انه نسير المباراه تعرف النتيجه مهمه كانت بالنسبه لنا لانه هذا يعني خلينا نقول مطلب جماهيري تعرف انه كلاسيكو هذا الموسم هو الثاني بالمرحلة الثانية مشت الأمور مثل ما مخططين لها اللاعبين الشوط الثاني قدموا أداء رجولي استحقوا عليه أعتقد يعني الفوز تعرف اللاعبين عندهم استجابة كبيرة يعني اللي نقدر نعطيهم إياه واللي نقدم لهم إياه من خلال الوحدات التدريبية وهذا أعتقد كان واضح بصورة كبيرة بالأخص بالشوط الأول تعرف فريق القوة الجوية فريق كبير ومنافس على بطولات وعلى بطولة الدوري فمو سهل انه تلعب بهالاداء وبهالمستوى امامه وتتفوق عليه يعني انا اعتقد كنا نستحق الفوز. شكرا للكابتن عصام حمد. يسلم عليك استاذ علي بهيئه الاعلام والاتصالات. عليكم السلام. يقول سلم على احمد عبد الجبار وزورائي. مبروك يعني افضح قدام الزوارين وانا كل مره الكابتن عصام بصراحه يعني اباركه من خلال المسج اليوم اباركه من خلالكم اقول الف مبروك بصراحه يعني اذا ما استمر ان شاء الله الزوراء بهذه النتائج يمكن هو عصام المرشح يكون يعني افضل مدرب يعني متصدر المرحله الثانيه. نعم تعرضوا عليك مع الكابتن عصام يعني سمعت هيك يعني بصراحه كلام بس لكن على العموم نعم محل ما اتصل؟ لا يعني ما صار فتشي رسمي بصراحه سمعت اني يعني هذا الامر لكن احمد ابن النادي لكن مثل ما قلت لك عند نجاح وتميز كبير للكابتن عصام والطاقم المساعد اللي وياه يعني سلسلة انتصارات يمكن كثير من الجماهير أو حتى أعضاء من الإدارة يمكن يعضون الأصبع ندم بعدم تأخر بالضبط بالتعاقد مع الكابتن عصام يمكن لو تعاقد وياه بفترة يمكن سابقة ممكن أنه نشوفه متصدر الدوري. زين أنا يعني موضوع أريد أسألك عليه اليوم بباع التشكيلة من قوة جوية ولا لاعب فقط غيث المعروف وأحمد السروري محترفين ذول الاثنين بقية تشكيلة 11 إيه ولا لاعب محترف يعني هاي علامة استفهام كبيرة خمسة محترفين المرحلة الأولى محترفين تخلي على محمد قاسم الموهبة ترى هوغو سيلفا اللاعب وبابلو قبل المباراة بعدهم قبل أسبوع 10 أيام قبل أيام تم تقريبا تم حتى هم قبل ما يلعبون أصلا في المرحلة الثانية المرحلة الأولى خمس محترفين المرحلة الثانية بكاري أربعة محترفين أربعة. شنو الظل من التعاقد والتجلس احتياطيها بس أبدأ أعرف شنو الظل من التعاقد اليوم خوند ما اجيب محترفين وما اخسر هذه الاموال الطاله ويحسب علي محترف يحسب علي سكن يحسب علي تذاكر وانا يعني ما لعب خمسه مرحله اولى هسه اليوم انت قيم انت بس دقيقه قيم لي حسن الحويبيب وقيم لي كريستوفر عملوا فارق لو ما عملوا فارق اكيد
اليوم جوي من عمل الفارق، يعني لاعب المحلي هو اللي قاعد يعمل الفارق، اللي قاعد يشتد، لكن اتعاقد ويا 5 المرحلة الاولى واطلعهم واجي اجيب لاعبين اقل مستوى من عندهم. بس هسه فقط غيث معروفي وغيث من افضل اللاعبين من المرحله الاولى من الموسم الماضي، واختاره من افضل المحترفين. اليوم شوفه حبيش دكت بدر، نعم محمد قاسم، محمد قاسم موهبه، موهبه صانع العاب مثل علي جاسم هسه الموهبه الكبيره، قوقيه هذا محمد صانع العاب، اسيست، يسجل فاولات، كرات ثابته، يعني ما معقول اني طريقه التعامل مثلا اني ابعده. ممكن صارت عندنا اشكالات ويا الموسم الماضي، لكن اكو طريقه للتعامل مع اللاعب تحتوي اللاعب وينصاع لك، فبالتالي مو كل حاله انه طرح. اضافه الى زين احمد سروري ليش ما ابعدته؟ هسه احمد سروري مع الفريق وما يلعب، ليش ما تم الاستغناء عنه حال بقيه اللاعبين؟ ليش؟ يعني هل هو بالمستوى الملبي لطموح احمد السروري؟ انا لا، هسه هذولاك لعبوا وطلعوا، هذا ما قاعد يلعب وما طلع، هذا ما قاعد يلعب وما قاعد يعني ما قاعد يفسخ عقده، فبالتالي ليش يحسب عليك كلاعب ممكن تتعامل وياه هسه تفسخ عقده باقي 6-7 جولات انت ما قاعد تلعبه وممكن تنزل من قيمه عقده. انا شفت هذا اللاعب الوسط اللي اجى من ارجنتين، فرانكو مصاب، من افضل لاعبي الدوري، هذا كان مستوي فارق بصراحه، ويا ساعد بلمين يعني، حتى سيدريك يمكن هذا ايضا سيدريك الاحتفاظ به كان يمكن يساعدهم، يعني هو يعني كابتن احمد تدري الثقل كله على ايمن، ايمن لاعب يعني سوى جهد استثنائي هذا الموسم، تسجيل اهداف، اهداف غريبه سجلها، فبالتالي تعب. مهند ايضا يعني كان ممكن يشارك في اوقات، لكن خيارات للمدرب اول وتالي، لكن طيب. محمد قاسم والمحترفين علامه استفهام. طيب تابع لاعبي فريق الزهراء وارجع بعدين للكابتن احمد عبد الجبار. انتصار مهم على الغريمه القوى الجويه، ربما هي مباراه ايضا بتفاصيل اخرى تعني لك الكثير، تواجه فريقك السابق القوى الجويه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر على 3 نقاط. مبروك لهذا الجمهور الوفي. انا قبل المباراه قلت هذه المباراه تلعب للجمهور، مو ما تلعب لا لاعبين لا لاي شخص، تلعب للجمهور، لان هذا الجمهور الحقيقه يستحق الجمهور. جمهور الزوراء الحقيقه يستحق، لان بدايه الموسم كانت نتائجنا غير مرضيه، فشوفه هو داعم للفريق ويساند الفريق، وكل لعبه اشوفه يملي الملعب ودائما يحفزنا، فالحمد لله والشكر قدرنا نفرحهم هذا الجمهور الزوراء ما شاء الله عليهم. يعني فريقنا كان طيله المباراه هو الافضل، يعني كنا افضل الطرف، احنا الافضل. الحمد لله ان شاء الله القادم نكون نستمر بهذه النتائج الطيبه. والله اول شيء يعني نبارك احنا على الفوز هذا، نبارك للجميع، نبارك للاداره، للجمهور، للاعبين، للكادر التدريبي. مثل ما تعرف يعني مع احتراماتنا للكادر السابق الكابتن حسام البدري، ولو انا يعني فتره قصيره تقريبا شهر او اكثر وياه، وبعدين اجى الكابتن عصام. كابتن عصام مثل ما تعرف يمتلك عقليه كبيره، كادر تدريبي كابتن حسين، كابتن هشام، كابتن علاء قاطع، والكابتن احمد جمعه، يعني هم اولاد النادي، اولاد الزوراء. الحمد لله قدروا يغيرون ينتشون الفريق من وضع الى وضع، والحمد لله الان اصبحنا احنا منافسين على الدوري وان شاء الله والكاس نعود الجمهور. اكيد احنا طموحنا انت ما طول، انا دائما اقولها، ما طول تلبس تريز الزوراء لازم تكون منافس على اي بطوله تشارك فيها تكون منافس لها. ايمن في الحمد لله والشكر، فرحنا الكادر التدريبي، فرحنا الجمهور، الاداره بارك لهم، اخوتي اللاعبين قدموا مباراه جيده، تدري ضد الزوراء ضد الجويه مباراه يعني لها طعم خاص، وفي الحمد لله والشكر فرحنا جمهور الزوراء. شكرا لكل لاعبي فريق الزهراء كابتن احمد. اخيرا ما عندنا شيء غير نبارك بصراحه لفريق. عندك ملاحظه شيء؟ ملاحظه يعني على فريق الجويه، انا شفت اليوم يمكن علي جاسم يعني شفناه على جهه اليمين، بالتالي احنا شفنا تالق علي جاسم يكون على جهه اليسار انه يلعب عكس رجله، فبالتالي هذا توظيف يمكن يحسب على الكادر التدريبي بصراحه. لكن بالنهايه نقول هارد لك جماهير الجويه، الدوري صعب، الدوري تنافسي مع الشرطه ولا زال الكثير، ونقول الف مبروك لجماهير الزوراء، الكادر التدريبي والاداره. شكرا الى كابتن احمد عبد الجبار، شرفنا اليوم ونورتنا. شكرا لك كابتن، ما عندي يعني ورا البرنامج، يعني احتاج انه الجماهير تبقى مسانده لكل فرقه. شوف الزوراء بقى والفريق رجع له، الجوي ايضا الدوري لا يزال، وايضا الشرطه والطلبه، جماهيرنا دائما تدعم الفريق والكادر بالسراء والضراء. طيب شكرا جزيلا لك كابتن احمد غدير، شكرا لكم مشاهدينا، نلتقيكم باكر تصبحون على الف خير، الى اللقاء.